تحب صراحة يعني؟ صراحة أنا حصرت منذ سنوات فقط. ها؟ السبب اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. مش قريت مرة رسالة؟ رسالة أنا أتمنى من جميع الفنانين في وسط هذا الموت وهذا الدمار الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، انزعوا من أنفسكم ومن قلوبكم الحقد والكراهية، تراصوا تحابوا من أجل بناء الجزائر، من أجل بناء الفن الجزائري، من أجل الإعلاء من الثقافة الجزائرية. فأنتم فكل فنان وحده لا يمكن له أن يفعل أي شيء، ففي الاتحاد اتحاد، والاتحاد هو القوة الكبيرة التي تجمعنا. وهو كذلك يا أخي وزميلي وصديق الدرب عبد النور، وش راك خويا العزيز؟ لاباس الحمد لله، وانت يا الحمد لله. أنا حسيت بك راك هنا على بها جيت. يا سلام. السلام عليكم. اليوم شاركت في أعمال كبيرة. يا على بالك شفيقة يا حسرة، عبد النور ما عدا شفيقة على بالك. أنا يعني كنت نخدم معاهم في الإذاعة الوطنية، التحقت في بالإذاعة الوطنية والفضل ليهم اللي ساعدوني بزاف. يعني احنا اكثر من عائلة، 30 سنة ولا 35 سنة عبد النور واحنا كيف كيف، يعني ما عدا شفيقة. دونك كتلقى مع الأعزاز الغاليين اللي وقفوا معاك، اللي شجعوك، اللي أمنوا بك، يعني نعمة، أجمل تكريم هذا هو. المواطن الجزائري يفتقدكم بزاف. وش ما حتى احنا افتقدناه، نحن هنا ونحن دوما في الخدمه. الانسان المعرض لانه يمرض، ولكن الحمد لله ان الان نوعا ما بخير، اتعافى تدريجيا. الجمهور الجزائري، الشعب الجزائري، طبعا نحن جزء من هذا الشعب الجزائري، والشعب الجزائري في قلوبنا، والجزائر نضعها فوق رؤوسنا، فهي التي منحتنا معنى الحياة، وبدون الجزائر نحن لا نساوي شيئا.